سنة وانتو طيبين. وصفة جديدة على موقع سيدتي من مطبخ اسيا، والنهاردة خلونا نعمل حاجة جديدة مع بعض. رمضان يعني كنافة، والكنافة طبعا ممكن تتعمل بالقشطة، ممكن تتعمل بالمانجا، ممكن تتعمل بحاجات كتيرة قوي. ايه رأيكم النهاردة بقى نعمل كنافة حدقة او كنافة مملحة؟ ما تستغربوش قوي، بس عامة العجين لازم نتفق ان الكنافة عبارة عن عجين، فالعجين ممكن نلعب بيه زي ما احنا عايزين، ممكن نملحه، ممكن نسكره. النهاردة تعالوا نتعرف على وصفة النهاردة ومكونات النهاردة. للكنافة المالحة هنحتاج اول حاجة قرص كنافة. بناخد الكنافة ندهنها بشوية سمنة وندخلها للفرن لحد ما تتحمص وتاخد اللون الذهبي، ونخرجها لما تبرد خالص بنحطها في طبق التقديم. طبعا انا هنا عاملة قرص صغير، بس المقادير بتاعت الوصفة بتمشي مع كنافة عائلية او صينية عائلية. باقي المكونات 200 جرام من اللحم المفروم، كوباية من صلصة البشاميل، عندنا هنا 3/4 كوباية مرق دجاج او مرق لحمة زي ما انت عايزة، عندنا بصلة صغيرة او متوسطة مفرومة، عندنا معلقة كبيرة من السماء، مع نص معلقة صغيرة من البهار، ملح وفلفل، معلقتين زيت زيتون، عندنا صنيبر ورمان وبقدونس للتزيين. تعالوا نبتدي مع بعض الوصفة. اول حاجة في طاسة سخنة على النار بنحط معلقتين كبار زيت زيتون بالشكل ده، بنضيف اللحم المفروم، وفي نفس الوقت بنضيف البصلة المفرومة. نحط البهارات بتاعتنا والسماء الفلفل الأسود والملح، نقلب كله مع بعض. واول ما نحس ان البصل ابتدى يدبل معانا بنزود الصنوبر. طبعا العصار ما بياخدش وقت كتير في السوا، عشان كده اول ما نحس انه ابتدى يظبط معانا بنشيله من على النار. خلاص البصل كده دبل، بنجيب الصنوبر بتاعنا، بنحط مقدار معلقتين كبار صنوبر. مجرد ان هما ياخدوا النكهة ويتحمصوا شوية وخلاص. بعد ما بيستوي العصاج بتاعنا تعالوا نشوف باقي الوصفة ايه. هنا طبعا الكنافة باردة، فعشان كده انا هستخدم شوربة سخنة. لو الكنافة سخنة ممكن نستخدم شوربة باردة، فبنسقي الكنافة بالشوربة دي او بالمرق ده عشان تطري الكنافة معانا. خلاص كفاية كده. بنجيب صلصة البشاميل، خلوني استخدم جيب الحلواني احسن عشان تبقى المنظر بتاعها حلو. لما استخدم كيس الحلواني في البشاميل انا كده بضمن انه شكل الكنافة يبقى جميل، وكمان البشاميل ما يسحش مني على الجناب. طبعا البشاميل حاولوا ان هو يكون تقيل، لان لو خفيف هيخلي الكنافة تتكسر معانا، مش هتوصل على السفرة سليمة. كده نقطعه كده ونبتدي. نمشي بالتدريج كده
خلاص. هنا بعد ما حشينا الكنافه بالبشاميل بنجيب اللحمه اللي احنا حضرناها مع بعض عشان نكمل بقيه الحشو. بس اول حاجه خلوني اجيب معلقه. اوزع الحشو بتاعي بالشكل ده. الريحه طبعا جميله، الصنوبر والسماء والبصل، كل ده خليط بيفكرنا بالاكل الشامي، خصوصا كبه والحاجات الحلوه دي. انا طبعا هنا عامله كنافه صغيره، بس زي ما قلت المقادير كلها بتكفي الصينيه العائليه او قرص عائلي كبير محترم، يكفي مثلا 10 ل 12 شخص. خلاص كفايه علينا كده عشان ما تبقاش اوفر. نيجي اخر مرحله ان احنا نزود شويه رمان للتزيين. اخر حاجه شويه بقدونس ورق من فوق عشان بس يدي شويه لون ومنظر، لانه العين بتاكل قبل الفم. بكده تكون وصفة النهاردة خلصت. زي ما انتوا شايفين وصفة جديدة مميزة سريعة وفيها نوع من الابتكار، وحطت في لمسة مميزة على سفرتك طوال الشهر الكريم. اتمنى ان انا اشوف كل اقتراحاتكم وكل تعليقاتكم على موقع سيدتي، وان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. كل سنة وانتوا طيبين. أسيا عثمان. في وصفة جديدة على موقع سيدتي. كل متابعات موقع سيدتي وصفتنا رمضانية وجديدة وسهلة وسريعة وفيري شيك. وصفة هي عبارة عن حلبين بالسمين بحلة جديدة وطعم جديد.